خطة نتنياهو للعنف؟ قصدكو خرطة نتنياهو؟ الخطة اللي بيحكي عنها نتنياهو وأعوانه تذكرش منظمات الإجرام بكلمة وبتعالجش مسببات الجريمة والعنف في مجتمعنا. الخطة فيهاش أي برنامج لجمع نصف مليون قطعة سلاح غير مرخص، وطبعاً فيهاش تغيير جذري للسياسات العدائية للشرطة اتجاهنا كعرب. إيش فيها لكان؟ فيها توريط شبابنا وشاباتنا في الخدمة المدنية والعسكرية، فيها سياسة فرق تسد بهدف تجنيد المسلمين لسلك الشرطة، فيها ميزانية هزيلة 150 مليون شيكل مخصصة بس لبناء محطات شرطة، خطة علاقات عامة عشان الانتخابات هدفها تحقيق مكاسب لنتنياهو. باختصار، هاي مش خطة لحل مشكلة العنف، هاي خارطة هدفها تستغل مشكلة العنف لتعميق السيطرة على العرب وحلب أصواتهن. على مين؟ المشتركة، كرامة وحقوق. تحذير، أثبتت التجربة إنه اللي بيمشي ورا نتنياهو بصدق وعوداته الكاذبة آخرته عاطله.